افتتحت الحكومة المحلية في الفلوجة أحد الجسور الحيوية في المدينة، أو ما يعرف بجسر الجغاف الثانية، الذي يربط السريع الدولي بالفلوجة. وبعد إغلاقه لعشرين يوما لغرض الترميم والصيانة، باشرت الآليات برفع الكتل الكونكريتية بعد إعادة تأهيله بشكل كامل وبحضور قائم مقام الفلوجة وعدد من وجهاء المدينة. تم هذا اليوم إعادة افتتاح جسر الجغيف الثانية وكذلك دوار الساعة بعد إكمال الترميمات الموجودة التي كانت في دوار الساعة وكذلك جسر الجغيف الثانية بحضور الأخ المهندس أحمد حميد مدير بلدية الفلوجة وكذلك المهندس المقيم الأستاذ جمعة المحمدي. هذا الجسر هو مهم وحيوي جدا وبشكل كبير جدا بالنسبة لأهالي حي الجغيف الثانية الذي يربط أهالي الحي بمركز المدينة كذلك وصولا إلى الطريق السريع. هذا الجسر يربط الفلوجة بجغيف الثانية بالسكر بالسريع، يعتبر الدولي اللي يجي من بغداد يقدر ينزل على، اكو هنا عندنا سيطرة ينزل بيها يجي على الجغيف الثانية يدخل الفلوجة.